السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة، قناتكم فسحة. يعني بالأمس تم الإعلان على إلغاء حفل الولاء أو حفل الركوع والخنوع والخضوع أو ما يسمى بصلاة العرش، صلاة العبيد العياشة، فهذه لأول مرة تحدث في تاريخ ملوك المغرب، فطلب مني البعض يعني إبداء رأيي في هذا الموضوع. يعني كما شفتوا احنا متتبعين التحركات ديال الملك والفبركة وتزوير الصور وتزوير الفيديوهات، يعني وبينا أن هذه المسائل أصبحت تمارس بشكل يعني شبه يومي. إلى ما خرج لك فيديو، يخرج لك صورة، مهم تيديروا شي حاجة باش يبينوا لك أن كل شيء بخير وعلى خير، وإحنا معاهم يعني في اللعبة ديالهم ومتبعين الكذاب حتى نوصلوا لباب الدار ونشوفوا هذا الشيء فين غادي يخرج. فحفل الولاء الذي تم الإعلان عنه بالأمس يعني منذ واحد المدة وأنا أتابعه، فكانت هناك أخبار هضروا عليه، ماشي غير البارح هضروا عليه، كانوا كيهضروا عليه مش حال هذه، على ان ما يقع في المغرب وكورونا والجائحة لن تؤجل حفل البيعة كما تم الإشارة إليه. فهنا خبر يتحدث على ان المدن ديال الشمال كعادتها تستعد في هذه الفترة لاحتمال، هنا قال لك لاحتمال استقبال، ما قالكش الاستقبال، لاحتمال استقبال الملك، يعني راهم كيوجدوا ولكن ما عارفينش الملك واش غيجي ولا ما غاديش يجي، الذي دأب على الحلول بها من اجل قضاء عطلته الصيفية في مثل هذه الاوقات. ومثل هذه العبارات ديال الاحتمال يعني كتعني انهم ما عارفينش اش كاين، راهم خدامين الخدمة ديالهم، ما عارفينش هل له القدرة على أنه يجي ولا ليست له القدرة على أنه يجي. وعاين سكان مدن تطوان والفنادق والمضيق تزيين ساحل تمد باي بعمالة المضيق الفنادق وتنظيفهما وصباغتهما، وهي الاستعدادات التي عادة ما تسبق قدوم الملك، تورد الأيام وتعرف مدن الشمال استنفارا كبيرا من طرف مصالح الإدارة الترابية. يعني راه كان إلى عقلته كنا هضرنا على الاستنفار ديال مدينة طنجة اسبوعين، على اساس انه كان غيجي في ذاك الاسبوع وما جاش في ذاك الاسبوع، يعني حتى القدوم ديالو لمدن الشمال تم تاجيله. فما الذي يحدث؟ فيتم تاجيل النشاطات الملكيه في كل مره، يعني المجلس الوزاري شفنا كيفاش تاجل الانتقال ديالو للصخيرات، يعني كهضروا عليه اليوم شويه غدا شويه، صدقيني ما قالوا لكش تاجيل ولكن قال لك غدا شويه عاود ميكو عليه، تصدق سيمانه من بعد داكشي عاد غادي للصخيرات شويه عاوتاني. المشيان لطنجه تاجل بشي جوج الاسابيع ولكن ما كيقول لكش تاجل، يعني كيعطيك واحد لاداط انه غيجي في هذا التاريخ الفلاني وما كيجيش والاستعدادات قائمه. فما يحدث داخل القصر، حنا كي قلت لكم ما كنقراوش الكف، ما كنقراوش الفنجان، ما كنقراوش الطالع، ولكن فقط يعني كنشوفوا المعطيات اللي كاينين، كنخرجوا واحد الاستنتاجات وعلى اساسها كنبنيو. ف بما انهم يعني غير متيقنين حاولوا يجيبوها لك بشويه بشويه، هذا الالغاء ديال الحافل. فبعد ذلك سمعنا على ان هذا الحفل الولاء اللي قال لك غادي يكون شويه، هضروا عليه انه غيكون على واحد في واحد النطاق اللي هو ضيق، وغيكون بشكل رمزي يعني في واحد الاطار محدود ديال الحضور ديال الولاة وداك الناس اللي كيحضروا ليه العبيد ديالو في واحد الاطار محدود. بعد ذلك نسمع عن منع المشبوهين من حفل الولاء، شكون هما المشبوهين من اللي كيهضروا عليهم؟ فلدينا هنا في هذه الفقرة هذه يتكلمون عن من المرتقب أن تمنع الداخلية بعض الأسماء من الحضور من حضور حفل الولاء، وستضم لائحة الممنوعين بقرارات يؤشر عليها ولاة وعمال أسماء برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين وأعيان ورجال أعمال لأسباب مختلفة ضمنها شبهة الفساد المالي ورائحة الصوابق. يعني باش كتعرف واحد الحاجة اللي بيزار هنايا، هو كيهضر لك على واحد الناس اللي مشبوهين، الناس ديال الاختلاسات وديال الفساد وديال الصوابق، غيمنعوهم باش يحضروا حفل الولاء، ولكن هما عارفينهم بلي راهم كيسرقوا وكيديروا كل شيء، ولكن ما كيعتقلوهم ما كيتحاسبوا معاهم، غير ما غاديش يحضروا الحفل الولاء كعقوبه ليهم زعما، يعني لاول مره. يعني سنين هذه هما كيحضروا يعني جميع الوجوه التي تحضر، غنجبد لك منها العشرات ديال المفسدين والمختلسين بالوثائق وبالدلائل، وكيحضروا وكيركعوا وكيسجدوا، ما كيهضر معاهم حتى شي حد، غير هذه المره هما كيحاولوا انهم يقلبوا على مبررات يتسبب اختيار الأسماء التي تحضر الحفل.
نفسه في ردود أفعال غاضبة، ما فرض على الولايات والعمالات إعادة النظر في بعض الاختيارات وإخضاعها إلى مراقبة مشددة حتى يتم القضاء على بعض مظاهر المحسوبية. يعني المشكل عندهم هي في الحضور ديال حفل الولاء، ما عندهمش المشكل مع الفساد ومع الشفرة في اختيار لوائح المدعوين. وبما أنهم هما كيهضروا على احتمال، حنا من حقنا نهضروا على الاحتمالات ديال بؤرة طنجة التي انتشر حولها الخبر. سد المدينة، لا سد نص المدينة، سد شي أحياء، سد غير هذا القنت هذا. فربما بالنسبة لنا حنايا احتمال داروا هذا البهرجة وهذا الفرقعة كي يتوجه لتشتيت انتباه المواطنين عما يقع، يعني أو تمهيدا باش يقولوا لنا أن حفل الولاء والبلاء سيتم إلغاؤه بسبب كورونا. فهذا تهو من النظريات التي أقترحها، خصوصا ولأن جميع البؤر التي اكتشفت مؤخرا وشدوا الناس وجمعوهم بدون استثناء وحطوهم في شي مراكز، فكلهم تيقولوا، اغلبهم تيقولوا انهم ما دارهمش تحاليل ولكن كيقولوا لهم عندكم كورونا. يعني كتعرف ان السيد عنده كورونا بالرغم من الاعراض ما كتظهرش عليه وبالرغم من انك ما درتيلوش التحليلات، وجمعهم كتوكلهم كتشربهم، الناس فرحانين كتضربوا لهم ليباري، يعني استغلال الجائحه من جميع الجوانب. وجانب آخر هو جعل الناس أيضا فئران تجارب، فربما هذا من بين الأسباب اللي تقدر تخليهم يعلنوا بسهولة على إلغاء الديوان الملكي الذي أعلن عن تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المتعلقة بعيد العرش. أعلن الديوان الملكي قبل قليل تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المتعلقة بعيد العرش لهذا العام، وذكرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إقرارها، كأنهم لم يكونوا يعلمون زعما أن كورونا كاينة تل ديك الوقيتة ديال عيد العرش. ف حتى قرب عاد قال لك لا، في الاول قال لك لا راه ما غاديش يكون حتى شي حاجه، اعلنوا على ان الامور ستسير بشكل عادي، ومن بعد عاوتاني من قربت الوقيته قال لك لا. هذا كله يعني راجع الى ان يعني بالنسبه لهم صحه الملك ما كيقدروش يقرروا فيها. يعني كو كان يعني مهلوكه تماما وهما متاكدين انهم ما غاديش يقدر يبان، كو كانوا كياخذوا قرارات يعني على واحد المده اللي تسمح لهم ما يرجعوش فيها، يعني كيكون مقرر فوقاش غيديروا في التاريخ الفلاني وشنو غيديروا في التاريخ الفلاني وشنو غيديروا في التاريخ الفلاني. كما شاهدنا مثلا في المجلس الوزاري، اجتماع مجلس الوزراء، يعني كان هناك واحد تذبذب اخذ ورد، يتاجل يقول لك اليوم يقول لك غدا والنهار الاخر علنوا عليه وقال لك انه غادي يكون بدون يعني اعلام مسبق، نهار يقول لك تاجيل الى اجل غير مسمى شي 4 ولا 5 المرات وهم يتذبذبون بين اليوم غدا غيكون ما غيكونش. يعني هذا يدل على ان الحاله الصحيه يعني غير مستقرة. هذا ما كيعنيش أن الحالة الصحية ديال ممكن نقول غير مستقرة أنها جيدة، الحالة جيدة في بعض الأحيان متدهورة تماما، ولكن فوقاش كتكون عنده القدرة على أنه يجيبوه ويجلسوه ويصوروه هم أنفسهم لا يعلمون. هنا يعني وفي إطار النقاش مع الإخوان اللي كيقولوا لي لا راه ماشي هو، لا هذاك راه الشبيه ديالو، أنا لا أظن ذلك، فكنظن على أنه عنده مشكل صحي ما كيسمحلوش انه يبان في التواريخ التي اريد له ان يظهر فيها، مثلا في عيد العرش فخصو يظهر في واحد التاريخ معين، فهم لا يضمنون الصحه ديالهم الصحه ديالو واش تسمح بظهوره فقط. وحتى اذا ظهر، يعني كما شاهدنا في الفيديو ديال فبركات الفيديو ديال السطر كيب الصوت على الصوره، واش غيكون قادر على الكلام ولا ما غيكونش قادر على الكلام؟ هذه مدة 4 أشهر لم نسمع له صوتا ولا كلمة واحدة، والنهار اللي سمعنا الصوت ديالو اكتشفنا أن ذاك المقطع كان مفبرك، الصورة جديدة، الفيديو جديد، ولكن الصوت مأخوذ من الاجتماع ديال سنة 2018.
فالقضية ديال شبيه الملك، يعني لماذا لا أرجحها؟ لأنه لو كان هناك شبيه يعني كيقدروا يجيبوه ويلبسوا له الكمامة ويديروا له النظر كيشبه النظر محمد السادس، فما كانوش سيضطرون إلى تأجيل ذاك المجلس الوزاري عدة مرات والظهور ديالو عدة مرات، كانوا يقدروا يجيبوه في أي لحظة. بالعكس غيسهل عليهم المأمورية، مع العلم أنهم كيصوروه من البعيد، يجيبوه في أي لحظة كانت وما غيضطروش للتأجيل، يجيبوه يجلسوه فوق ما بغاو ويقدروا يضبطوا الأمور ديالهم ويصوروه. هنا المشكل ديالنا أنهم يعني ما عندهمش استقرار في الحالة الصحية ديالو اللي كتسمح له بالتصوير. نحن نتكلم فقط على التصوير والظهور للعلن، لا نتكلم على تسيير شؤوني البلاد. احنا نتكلم عن التصوير وإيهام المغاربة أن كل شيء بخير وعلى خير. على كل حال، يعني من بعد ما تنشر هذا الخبر ديال الديوان الملكي الذي يقوم بتأجيل، ما فهمتش أنا شنو هي تأجيل ديال المراسم المتعلقة بحفل الولاء، يعني يتم إلغاؤها، كتكون عندها واحد التاريخ معين، يا إما تقوم بالإلغاء وإما تقيم الحفل كما هو. يعني ما يمكنش أنك تأجل شي حاجة عيد العرش لواحد التاريخ واحد اخر، بحال كتقول كتأجل العيد الصغير ولا العيد الكبير، يعني مع حفظ المقامات يعني في الفارق. ولكن المهم، يعني من بعد ما قلنا ان هذا الخبر هذا اثار القلاقل واكد ما قلناه، فبزاف الناس ولاو كيهضروا، فهم يعني حتى هما كيجسوا النبض وكيشوفوا على حسب ردود الفعل الناس، كينزلوا خبر اخر يتكلموا اليوم نزلوه على ان محمد السادس سيوجه خطابا للمغاربه ويلغي الاحتفالات يوم عيد العرش، انه غيضر. وهكذا يقدمون وعدا على انفسهم ان محمد السادس خصو يظهر نهار ديال عيد العرش. فنحن من المنتظرين من دابا جوج سيمانات، ما بقاش بزاف، وغادي نشوفوا واش غادي يظهر، ولا غيخليو تيبقاو يومين ويخرجوا لك شي كذبه جديده عاوتاني، ولا هذا، ولا شي ذريعه يأجلوا بها او يلغيو بها خطاب العرش. ربما يقول لك وعكه صحيه، ربما يقول لك الجائحه، ربما يقول لك ظروف قاهره، ربما يقدروا يقدموا تسجيل ديال الخطاب ديالو. يعني لحقاش هما دابا راه كيلعبوا وحنا معاهم تنشوفوا، قلنا غنوصلوا الكذاب حتى لباب الدار. الحاجه اللي كانت يقنوا منها وكنتاكدوا انها تزوير وفي بركه نطرحوها، والحاجه اللي كيبقاو تيلعبوا معانا فيها كنبقاو كنلعبوا معاهم فيها الى اخر رمق، حتى يتبين الحق من الباطل. يعني المسألة ديال الشبيه أتمنى أن تنسوها ولا تفكروا فيها، ما تعودوش طرحوها مرة أخرى، لأنها يعني كينقص فيها بزاف ديال المعطيات التي من الممكن أن تؤكدها. أما بالنسبة اللي كيقول لك الشكل ديالو ماشي هو هو داكشي اللي خلانا نقولوا أنه شبيه، فإلا قلبتي التصاور ديالو مؤخرا يعني من شهرين 3 شهور، شكله يتغير بواحد الطريقة اللي هي غريبة جدا، كتلقى كيتنفخ حتى كيتنفخ، عاود كيتفش، عاود عينيه كيتنفخو، عاود شنيفو كيتنفخو، عاود تاني كيتفش، عاود تاني كيتنفخ من الفوق، كيتنفش من الرجلين. يعني ذلك راجع للأدوية التي يستهلكها. أما فيما يخص المرض ديال محمد السادس، اللي بغى يرجع الفيديو ديال المرض ديالو راه سبق وهضرنا عليه وهضرنا على المرض ديالو، فهو كيمشي عبر مراحل إذا لم يتم علاجه في المرحلة الأولى، وأظن هو كيكون في العلاج يعني في ال5 سنوات الأولى. إذا لم يتم علاجه في هذه المرحلة هذه وداز المرحلة الثانية، المرض كيبدا كيتطور مرحلة بمرحلة، وكل مرحلة يعني كتبدا يعني الحالة الصحية كتدهور، ما يمكنش يرجع كما كان هو في المرحلة الثانية، رجع لما كان عليه في المرحلة الأولى، وإلا وصل للمرحلة الثالثة ما يمكنش يرجع لما كان عليه في المرحلة الثانية. لذا أظن أنه تجاوز هو المرحلة الأولى والثانية وما يمكنلوش يرجع اللور، والمسألة هي مسألة وقت فقط، والوقت اللي هما كيلعبوا عليه يعني على الأقل، على أن حتى الوقيته اللي يقدر يوصل فيها ابنه أو كما بغيتو تسميوه انتوما إلى سن الرشد اللي يمكن له، هما كيمططوا في الوقت وكيجبدوا وكيحاولوا كي كنقولوا يمططوا الوقت باش يوصلوا قليلش لسن الرشد، كي يمكنوه من الحكم لا أقل ولا اكثر. يعني هذا هو اللعب اللي كيلعبوا على الوقت، ما كاينش شي حاجه. اما كون كانت الامور تسير بشكل عادي وهو ما عنده حتى شي حاجه،
يبان بشكل عادي، يظهر في الشهر الاول الجائحه، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث، الشهر الرابع الجائحه. يعني فكل من يعتقد ان الملكه بخير، فاعتذر منك لاقول لك انت في قمه الغباء، لانك لا تتساءل مع تكرار السيناريوهات مع مرور هذا الوقت كامل ومرور هذه الاحداث كامله، وهو ليس من عادته ان يختفي الا اذا كان يقضي عطله خارج البلاد. هو دابا هو داخل البلاد ولا يظهر، ما المانع؟ يعني على الاقل تساءل يا اخي وقول شنو عند هذا السيد هذا. المهم اللي عندي انا قلته، ونحن من المنتظرين جوج سيمانات، ماشي شي حاجه اللي طويله، غادي تبين لنا الحق من الباطل. الا كان شي فيديو اخر مفبرك سنقوم بتحليله، واللي علينا غنوصلوا الكذاب صلبه بالدار. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. السلام عليكم.